أسألك سيد معين حول الرد الإيراني المزمع على هجوم إسرائيل على القنصلية في دمشق. لأي درجة ستمضي إيران في هذا الرد، وما حجم هذا الرد الذي تحاول طهران تنفيذه؟ يعني من الصعب في الحقيقة إعطاء إجابة يقينية حول ذلك. نحن نتحدث عن احتمالات ليس أكثر ولا أقل. من المعروف أنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 27 أول أكتوبر نأت إيران بنفسها عن الدخول في اشتباك مباشر مع العدو الصهيوني، واستخدمت أذرعها في المنطقة للقيام ببعض أعمال المشاغبة أو لإدامة الجبهة في شمال فلسطين، جبهة حزب الله، ومن ثم فتحت جبهة الحوثيين، ولكنها كانت دوما تنأى بنفسها عن الدخول في مواجهة مباشرة مع الكيان الصهيوني. الآن الوضع مختلف قليلا. الغارة الأخيرة، رغم أنه قد سبقها غارات واغتالت عدد من قيادات الحرس الثوري في إيران، ولكن هذه الغارة جاءت على مبنى القنصلية الإيرانية. هي تعتبر أرض إيرانية من حيث العرف الدبلوماسي، لذلك قد تجد إيران نفسها مضطرة لأن ترد من داخل إيران. تدخلت الولايات المتحدة بطبيعة الحال، وقيل اليوم بأنها قد وسطت بعض الدول العربية لإجراء اتصالات مع إيران لثنيها عن القيام بهجوم مباشر. أنا أعتقد أنه إذا لم تقم إيران بهجوم مباشر فستفقد الكثير من مصداقيتها في ذلك، وستفقد الكثير من قدرتها حتى على الردع مستقبلا، لأن الإسرائيليين يعني قد تجاوزوا كل الحدود منذ ليس فقط في هذه الحالة، وإنما منذ أعوام باستهدافهم للمواقع الإيرانية في سوريا وفي العراق. لذلك قال أيضا السيد حسن نصر الله بأن الرد هذه المرة سيأتي إيرانيا، لكنه نبه إلى ضرورة الانتباه إلى الرد على الرد، بمعنى أنه إذا ردت إسرائيل والولايات المتحدة فحينها قد تلجأ أذرع إيران في المنطقة إلى التدخل في هذه الحرب، وهنا ستتوسع المسألة. اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية موجود في تل أبيب، والولايات المتحدة يعني أصدرت تصريحات قالت أنها ستقف بجانب إسرائيل لمواجهة هذا الرد، ولإسرائيل طبعا لديها إمكانيات لأن ترد على الرد الإيراني. خلال الأسبوع الماضي قامت بتعزيز هي والولايات المتحدة بتعزيز قواعد الباتريوت في أنحاء المنطقة كلها، سواء كان ذلك في القواعد الأمريكية المنتشرة في سوريا والعراق أو في مناطق أخرى من المنطقة أو حتى في داخل إسرائيل. لذلك هنالك احتمال عالي لأن يحدث رد من داخل إيران، نعم، رد بصواريخ باليستية بطائرات مسيرة، ولكن ما زال أيضا هنالك احتمال بأن يتم تأجيل هذا الرد، أن يصبح ردا على سفارة ما، أن يصبح ردا من خلال أذرع إيران، أن يصبح يعني يتم تمييع المسألة تحت شعار نرد في المكان.